لذلك نشكر لكامل الإطارات على رأسهم السيد مدير الموارد المائية اللي تجاوزوا المرحلة هذيك بحكمة كبيرة. كذلك الشكر موصول للسادة المواطنين والمواطنات اللي صبروا معنا وكانوا متفاهمين. مواطني ولاية باتنا يعني كانوا متفاهمين، لكن نوعدهم صبرهم هذا إن شاء الله أخرته خير عن قريب إن شاء الله، أؤكد عن قريب إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.